هذا الولد اجى هنا متظاهر يشتغل عماله يوم السبت الفات قبل اسبوع دبوه بالمستشفى طلقتين براسه لحد الان لحد اجى وصل له وما عنده وعده بس اخ واحد وياه بالمستشفى لقمه ما عندهم ياكلون دواء ما عنده ضربوه هنا على الرصيف طلقه ما حد قلبه وما حد اجى عليه ليش مو طلع يطلب حقه يعني هو ما طالب شيء طلب بس حقه انت فين يا ليش هيجي والله حرام والله ظلم ولك محمي يا ناس يا عالم طلع يطالب بحقه قاعد لا شغل ولا عمل ما عنده فلوس يسوي ليش هذا شنو ذنبه يا ناس يا عالم بس قلوا لي ليش ضربوه ليش طلقتين براسه طلقتين الله اكبر